إلهكم بيننا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف كوحي رواشي محمد المصالح العثيمين: والمندوب مندوب كاللغة من جهة اللغة حق اللغة المدعو، وكان ليس هو ياري شيء ليس هو ياري ألا يرى ذا مندوب وحال يرى مندوب المدعو إليه أيها المدعو إليه مكاسا وحال يقول سمي حذف يا إيصال كيار مجرور كيا وحاوين شار كيا الحذف ilaadi yalla had damirki kariya saare damirki damir musattir iska noqdo dhex kale kaliis ila meel ma istaagi kare ila wa damir muttasile musattir iska noqdo marka al mad'u ay al mad'u ilayhi shayga la isku yeeray ala ilaahada mandub wa luqahan taasu wa istilaaha min jeetil istilaaha ka istilaahan maladi ki way mandub ku amara u amray bi maaga ash-shari'u allah shar'i dajiyaha wixii u amray way لا على وجه الالزام سلازمنا اوصلوا امرين وامري او وحوين حطام بلايس امرين عباده ما نقدين الا مندوبك ضاع ضاع انا وحا ليره هذا امتثال الاوامر وشيء ضاع امر الله سميو ضاع ليره مركا مندوبك وا شيء شارع امري لكن واجب هو دوين هي لا على وجه الالزام لازم وجهك لوما امرين او لما لها سمي هذا ان سمينا ولا لو عقابا لما دي سامي امبالي هاداد كتكتنا اجرد كوين المهن الوقع قاب ما وذلك مثال كي كان رواتبي واسنوين كان راتب كوهو كالي وصلاةها فرد كان لسعودة افر تكو ريد الدور كان لبدا كدن بيد عصير كالافر كو ريد مغرب كاللبا كو ريد لبا كدن بيد كواسو كالوي كواسو كالوي فقراتا وحاكو بحي هاد دير احترازين امركا فقراتا وحاكو بحي بقولنا هذا الكين آنري ما امر به الشارع ما شيء وي امر او امر به ما الشارع المحرم ابحي الا محرم شرعه ما امرني والمكروه كلا كهدا بحي الا مكروه شرعه ما امرني الا سميه ما امرني والمباح شيء مباح ابحي الا مباح شرعه ما امرني هل سميه ما دين يا انا سمين ما دين مباح سكوي صدح لا صابحين مركي لي وخي شرعه امري وخرج وحاكو بحي بقولنا قول كان لا على وجه الالزام لازمنا الشارع ما امرني الواجب واجب كيف حم على سر شرع وامر الله سكين سير إلزام وامر أو أن لا تجي كريم والمندوب مندوب هذا أثر كيسي وشيء أنا حكم كيسي مندوب كحكم كيسي أنا أثر كيسي أي شيء والمندوب مندوب يثاب ولا أجر سيا فاعله قف قصمية وحن الثواب كوحلو أذك سد الجزاء الحسن وعبيك كرت إن لو أذك سد الجزاء السيئة لكن مع قرينة قل هل أنبئكم بشر من ذلك فيه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة مركا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة مركا مثوبة تتحاكى الرأي بشر نكر الرأي وقرينة كتوسة إذا إنا التهي جساء سيئة سوى ما جيد مركا ولو إذيك سداء لكن قرينة على الصعود ويري مركا مندوبكي وشيغا يا أثر كيسي أما حبون كيسي والمندوب مندوب يثاب وعلى ثوابيه والأجر سيا فاعل وقفك السمية امتثالا لأجل امتثال أصمي وإن أصمي أمر قادة شؤ إلهي رسول كيسي كامر قادنا ولا يعاقب لما عقاب تارك وقفك كتغي قفك كتغي دوسن استهزاء وقتغينو استخفاف وسن وقتغينو وإسكدايو سبو آمسانين عبادة الدين أي طيب سنبانو لا عقاب ما قول كاس الجمهور تقبل قول كلو كير الدوام أو كلا قاضي أو له سنة هذا مت كتبته لغو عقاب ما مثلا صلاة الضحى كدي ما لغو عقاب أما وتر كيس كدي لكن سنة من هذا كإلى عليه جنس سنة وإسكإلى علينا فاسوا لغو عقابه فاتس كإلى علينا الفهم كريم ها ساس قول كير الدوام شعبي بقولي قول كاس كير الدوام marka waa xukunkeedu waa saas magacyada uu sheegaa marka manduubka wa yusamma huwa manduubka waxa lagu magacaabaa marka manduub awl ahayd waxa ku dartaa sunnatan wa masnuran wa mustahaban wa naflan ku dar marka afar magac oo kale ku daray shan magac ayuu ka dhigaa
وحاصرا عند الجمهور واسكمت واسماء مترادفة على شيء واحد. الشرح شرحي الثاني متكلمي الثاني قاس من الأحكام أحكام تكمل أحكام التغليفية تغليف كلون نسبي المندوب ومندوبكي الثاني متكلمي ثاني قاس من الأحكام أحكام تكمل أحكام التغليفية تغليف كلون نسبي المندوب ومندوبكي وفيه مندوب كي يكسبنا بين خمس مسائل مسلوي شن شن مسألة الله قهد لمندوب شن قناع الله قهد الله الأولى مسألة وراء إذا تعريف واقعي حدي سأرت حدكي سأل الشيخ الله قيحه وهو مندوب في اللغة اللغة بحدة حاله أهذي المدعو إليه وشيء الاسكوية يرو شيء الاسكوية يرو ليرا كالا شيء عن سمي كاسا وحا لرداء مندوب مركا وحا وين مطنقة المدعو أيهد أول شيء مسؤول كالكو هذا مكي مطنقة اللي تشوفي تيور رضا إنو كو شيء وحو كو يروي حديفة والحد في الجار والمجرور من باب التخفيف وبابك اللي رداء الحدف والإيصال بابك اللي رداء الوسمي تلحد في الضميرك وهذا هنا اتصال وحلحد في وجه المجرور وجارك بس الهاتك ليها لحد ماك الهاتك لحد في ضميرك ضمير مسطر اسكن نعود الاول بنا الفاعل وهاي مركز التخفيف اللحد في ومنه مدعو كاسو كمد هذه يريتان كاسو كمد هذه قول عنيف ابن قريط العنبري في كده دي تري عنيف ابن قريط العنبري هذا الكيسي ويرى لا يسألون أخاهم حين يندوبهم في النائبات على ما قال برهانه قبيلة سي وفاننا قبيلة أكفاننا ويرى لا يسألون موديان أخاهم ولا الكود كأدى الشيء حين يندوبهم مركة أغيره في النائبات بعدوينك على ما قال وحق ويرى برهانه فلتش أموديان أنا هدو سوء أرضو يرى وليار غير هبلة مير هدان وحالة جاسدة يهورت مركة روالة سوء بحية مركي وحي هلا اجل هاي هلا اجل كده صور سلام معناها هو جاهل الرسم عرفت جاهل الرسم قوي قولي هي قبيله بس امانته لو حكمت ولا الكو قفكه دو هي وريار رير ولا ور ولا يسدا او يرهدو ما يرهدان هدا سي وحده ما با قدرن لا قدر هي ساوح مقين حاكو دحاي ما يرهدان حبكي بوبانو لي ويس قدر يا هو جاهل ان ضل وين كارو دعو كو مكاسو كو امانه لا يسالون ما ويديان أخاهم ولا الكود حين وقت يندوهم ويرو مركو ويرو يرو ويرو يرو يرو وركالي في النائبات مصائب كدعين ويرو النائبات هو بعدوين كمصائب كا في النائبات بعدوين كمركو ويرو على ما قال وحا ويرو برهان حجو ما وديان كان دليل كان إن تقرد لغاقر دري ما يرهدان ما يرهدان مركو ويشب حلو شايد كوالك حين يندوهم انت أصنع اللقاطة صلى الله عليه وسلم معناه ما له قير لين ولا فرق وفرق يا عمر دحيو فيه مندوبك عند الاكثرين علماء اصولين بدنكود بين ان يكون انه هذا المدعو اليه شيء لا اسكو يرا مهما مهم انه هذا او لا انه صنعاني واسكو ميد شيء حتى قفكه لوو يرا ولا يرا مندوب وقيده مندوبك وحو كقيدي الامدي سيف الدين امدي بان يكون انه هذا المدعو إليك الله يسكو يرى مهما وحول مندوب وحول بالأميرة مندوب وحول يرى مركز شيء مهم أهل يسكو يرى مركز بس المندوب ليرى هذا ساس وصوكو قيري وفي استلاحي وهو مندوب كي سو قدر في الاستلاحي في استلاحي الأصوليين حالة أهاضي وهو مندوب كي في استلاحي الأصوليين أصوليين تستلاحوا ذا حالة أهاضي ما الذي كيوي أمر أمر به ماغا الشارع والله شرح الدجيها لا على وجه الإلزام سن لازم أقوصاً أمرين ومعترزات وحيالها لا يسكئل علينا كما تقدم في الواجب وواجب سيدكو صار مري أجب كان إلا سوء قاني ما أمر به الشارع ملك اللي يري وحاب حي محرم كي مكروه مباحي حتى نصدح ليه بحضي عدى قوله شيق قولك سوحي كصهري لا على وجه الإلزام قولك اسمان انتكالي سيدي واجب كي يلمدهن اللوغ احترازة صدح لي واجب كي اللوغ احترازة اللوغ احترازة فإنه قول كان لا على وجه الإلزام إلا أنت لصعدت مندوبك فإنه قول كاس قيد وقيد قيد كاسو يحترس إسكاق إلا علينا شيقه به قيدك عن الواجب واجبك واجبك يا مكاس من اللوغة احترازة إلا واجبك أسوى على وجه الإلزام يؤهاي أنت سيكوك للدوين تاسوى مسألة كبادة اللوغة حضل مندوبك والتحريف كيسا الثانية مسألة اللوغة مندوب اللوغة حضل أمثلة ومثالة ديسا مثال الذي سبق إيه وحلاق الشيخ وصع وواسعي الشارع الله شعيد بيتيها
لعباده الدومدي سوى واسعي درق الثواب أجر كودوينك اللغو قارة ودوينك أجر كاللغو قارة وأب اللاري كميرين كميرين وفتح وأفري لهم للعباد الدومدة أبواب الخير الباب الخير وأفري تنضاد سميدان أجرت كيريدا تنضاد سميدان أجرت كيريدا أب إلى الصحابة قال كل أيامين رسولك الله قيرك وأبو بطي بل إرشيك هالشي يمسك قدقوا من عهد الله هذا عسى هذا من عقلية كله هذا ترى كان لقاه الله كانوا كسيب بضع فالشيء أن كله عرب كابو يصدق رجع إلهي كقال لي نقول النبي صلى الله عليه وسلم مرك إلهي بأفرى الباب هذا قير الدوماديس فكثر وبديي شارعه فكثر وبديي المندوبات مندوباتك في أبواب العبادات عبادات كبابيال كده وكبديه والمعاملات معاملات كبابيال كده وكبدي أو واحد من دوباتكو واحد وين عبادات كانوا وكبتشين معاملات كانوا وكبتشين معاملات كانوا وكبتشين ومنها من دوبات داس أي كمدة هذين الاستفتاح والفرفرشة في صلاة صلاة إحدى الوقوف فرتو دعاء ومنها من دوبات كاس أي كمدة هذين دعاء الاستفتاح فرفرشة الدعاء في صلاة صلاة إحدى الوقوف فرنا مرك قفكو صلاة دحرتو الله أكبر ويرادو وحوين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إيه الدعوين كتفراها بدنا وكالي وحوين كسو أروري وحي كميدين سنوين كاس مندوب كي كميدين إيه والرفع اليدين كعمو كر لقضة في صلاة صلاة دحرين وقفكو مركو صلاة دحران أيو الله أكبر إنو يراد مركو الركوع أيو الله أكبر إنو يراد مركو سجود أيو مرمار يسو أروري تأيه دلفتر كيديو لكن بدنا عبا مدنيشيني marka salaada lagu jiro in gacmaha kor loo qaado waxa weeyeen ayaduna sunnooyinkaasi kamid ah sunnooyinkaas ayay kamid marka suuir iyo wa salaatu duha barqinki salaada la tukado sunnooyinkaasi kamid iyo waqtisaalo in loo qubaysto lil ihram qofku marku xaj iyo umra xirana marka aad rabto xajki inaad xirato ama umradi aad xirato intaadan xiran oo inaad soo qubaysato sunnooyinki ay kamid iyo wa kitabatu dayn في هذا عبادوين انكو اسوق بناي معاملات كنا واكنا ايه وكتابة الدين دين كإن لقره ان دين تل لقره واب آيات دنبا واب آيات اقول دير بقرآن كبا وحي كهالله يدابة دين كإن لقره دين كإن لقره ايه والإشهاد ان مرقات الله سمعي عليه على الدين دين كإن مرقات الله سمعي ايضا اسل آيات كهالله مقفك مركو دين قف مسلما كاقات اما قفك لك كاقات ودور به مركو دين قاطو ان مرقات الله سمعي واشي صنع ومن دو إيه وعلى الرجعة نينك قبضة مركو سوء عشان إنو مرقاته السمية في الطلاق الطلاق بحديث لقو رجعيست نينك حاسكي سيف فوراي هدو سوء رجع إيه السنة وإنو لما مرقاته السمية وأشدو دوي عدل منكم وآيات قرآن وأن حديث كعمران من حسين بلوا بواجب سيدا رجعة لكن شرط مطح يا مثلا كلا هو هدو واحد ويان شرط الصحة إيه واجب الله بكلا مركا قبضة marka waxa weeye ninkii sameeynaaya rajciyo oo islaam uu fariiso ishana ilaahay quraanka waa amray wa ashidu dawai hadd min imran ibn husayn nina uu yido yiri islaantii waan furay marqaati uma sameeyin waana surri istimara u sameeyin wuxuu yiri waxa weeyaan dalaaq aad ku furtay iyo rajciyada labada sunnad waa kala hadda u sameeyin hadda u sameey marka waxa weeyaan in loo sameeyo waxa weyn aqwaash ahlul ilmiga gabal waa waajib yiraahdeen gabalna waxa yiraahdeen waajib ma aha waa sunna marka qowl ka soo qaata ila mithal ma meesha laga rabaa waana qowl ahlul ilmiga kamida aqwaash waxa laakin muhiim ah waxa muhiim ah al mandubat laysat ala darajati wahid mandubat isku darajo ma aha ma seenna al mandubat laysat ala darajati wahid isku darajo ma aha minha سنة مؤكدة قالوا على رأس سنة مؤكدة حاله يقان ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي الدائمي إنه تتكبرين ورد عذابا سيدا رواتبت سنة سنوين كراتبة أوسى النبي كتاكي جرين ركعة الفجر إيها هو أسيطة نادي وليبا وترك تاسو كرا سنة مؤكدة لرادا وحان اللي يقان قاعدة ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم waa sunnada nabigu laazimay oo uusan ka tagi jirin iyo sunna qeyru muakkada qeyru muakkadana waxaa lagu yaqaan ma lam yuwaadib aliha nabiy kasiyami tadaw soonka sunnada oo kale
waxa weeyaan Aisha waxay tiri Nabiga sallallahu alayhi wasallam mar waa soomi jiray ila aan tii nahay ma afuray maalma marna waa afur jiray ila aan tii nahay ma soomiyay marka inuu mandarka tii jiray ama ah taas ma wadan qayb sadexaad ay jirto leeyahay fadilatu wa adab ah fadilatu wa adab oo kutubu sunna markay qoraayaan kitabul adab ay qoraan kitabul adab ay qoraay taas waa maxay waxyaalaha caadada qaabka sunnada xamaru u sameeyo midal in wax la xuna asal iyadu iska caadi gaar muslim wax waaqan laakin qaab nabigu u xunay waa sunna soma fadilatu wa adab ala rada taas sawma jeedid muakkada iyo mukhaffadina laba yiraahdo adab ala rada marka adab al-mufrad bukhari wadan kitabka uu ka qoray misaladaas ba weeyo oo adab fadilatu wa adab ala rada taas oo kale qaabku u seexi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam qaabku u soo toosi jiray qaabku suuliga u galay qaabku uga soo baxay qaabku misaati u galay qaabku uga soo baxay qaabku dadku u salaamay marka sunanku saddexdaas ayay u qaybinaan cilmigu sunna muakkada oo taa nabigu wuxuu laazimay sallallahu alayhi wasallam gairu muakkada kuwa marna sameey jiray marka ka tagi jiray iyo fadilatu wa adab oo ah waxyaalaha aadadka ay dadku sameeyaan qaabka sunnada ay nabigu u sameeyay sallallahu alayhi wasallam oo adab ay leeyahay marka isku darajo ma aha athalithatu misalada saddexda atharuhu wa manduubka raadkiisa macnaha atharkiisa iyo xukunkiisa loo jeedo waxa ka dhalana al manduubu manduub yundar wala fiirina law manduubka min jeetayn laba dhinaca laga fiirina laba dhinaca laga fiirina al awwal annahu manduubka yusabu wal ajr sina fa'iluhu qofka sameeye bi niyati ta'abud ila aabud niyadeedna ku sameeye qofka sameeya asagoo ilaahay ku aabudaya waa laga ajr sina أنه مندوبك يثاب والأجر سينا فاعله قفك صمية بالنية التعبد إلى عبد نية يدك صمية كما تقدم سيد الموغوس وهرمارك في الواجب الثاني وجك الله بهي وكال الله قهد الله أنه مندوبك لا يعاقب الله عقاب ما تاركه قفك كتك وقرر وحو السقي التقريري الشاطبي إمام الشاطبي وكتاب كيسا موافقات كي أصول فقه فائدة ببضا وحو إن كنت تقريري أن المندوب مندوب ديسا لا يعاقب لا إقامة هو شخصي على تركي كتري ديسا من جهة الجزء حق الجزء هان معناها هل شيء هدو كتغو سوما دا كاملا مثلا صلاة الضحى ديو كتري أما ماركو سيحانا يميدك تغنو سيحي ديو كتري لا إقامة إن سلق القروضة نواد على سوما دا أطاد كتكتي لكن عذاب آخركم مدمي لكن الدون كان لقو عذاب آخر كتري قف كدوسا عذاب تقو سيحان maraka ka waxa dhacayda dib inuu qarow inta qorta loo galsho oo haddii adduunka dib kala kulmo soo ma jeedin qofku waxa weeyaan culimadu ay ku midaliyaan dad kuwa calmaniinta wala diiniinta oo yiri ma jira cadaabul qabr waxa yiraahdeen cadaabul qabr ma jira hadu tiraadun kaasi waxa yiraahdeen de uma jeedno qof meeshan ku dhintaan ma tanan fiireyn wax cadaab ayana ma hayno ah marka waxa la weligaa ma nasiixato adkaar adoon ku seexan ha marka gabal calaw iyo balaayo qorto ku gashaado hurdaay haa maraga la hurdaay aad dhibaato ku qabsay calaarad maagad macalalka tukuf dhibaato wariyaha ku soo gurmada dadka agtaada jooga haysleey ku fiiraa wax ka raaxaysay idin ninka adna nafta kugu taqwa moqta kaarta ka tag waa dhibant marka idib silaas adduunka inaad kala kulanta waa dhacdaa laakin cadaab aakhira ku mudanmay kaartaas aad ka tagto kale wa qarrara usugay ashaatibu shaatibi an al manduuba manduubka la yuqaabu in al iqaabin qofka على تركه مندوبك كتغيب ديسة من جهة الجزء حق الجزء هان معناها قيب كميدة هدو قطبولي مركز يروا وأما من حيث الكل أما حق الجزء هان فإنه مندوبك يأخذ حقادنا حكم الواجب حكم الواجب حقادنا فالإخلال لمتانك به مندوبك لقمه ومعناها لقوة الطاقو مطلقا كالقادلان حالو يهي كالإخلال لمد لقمة يلمده بالواجب هدو قفك أي سنة من كتغو يقولي والله عقابة حالة سيس كغير إلى بسموينكو بان أنا واحد أكرت أنه لأي نوع استغفافة كجيرة سببت سنة بان سنة موقت تلادي كبض سنة تلادي كبض سيد قول سيوك قالت تكما اسكفريصة دي اللي قدمت تكما واسوغان عقنك واجب قد ديلو تكما اسكتاك وحاوي قفك كسر بحي السلام عليكم ديهما واح سنة اكتصارنا مركب نوع استغفافة إنه كجيرة دي أكرت كله لكن أصل واحد إنه سنة ده وحلو عدالي الرابعة المسألة الأفريضة والله قهد لمندوبك أسمعه ومقعيالك مقعيالك مندوبك يسمى والا مقعابا المندوب مندوبك بالترادف إسفنجريد سنة الله مقعابا الترادف هو أسماء
oo ayagu alfaadu kala duwan tahay musammuhuna isku mid yahay aa musammihi yahay isku mid taas ay leedahay taraduf asmaadi wa balantu way kala duwan yahay lafdigu musammuhuna waa isku mid yusamma wa la magacaaba al mandub mandubka bi taradufi sunnatana lagu magacaaba wa masnuunana lagu magacaaba wa mustahabana lagu magacaaba wa tatawwuana lagu magacaaba wa naflana lagu magacaaba wa lix magac weey mandub sunno masnuun mustahab tatawwu nafl inda jumhur usuliyin hanafiyadu iska ilaalin usuliyin tabanku wa ayagu kala qaadaya isku mid ma sunnada kala ayagu way si xojinay wa ka tagida laga tag waxay ka dhigayaan كراهة التحريف ماركا أيوة كدوين الخامسة مسألة شان أيضا أن المندوب مندوبك مأمور بيوالا مسألة شان الوحي تأشير إذا الشيء مندوبك ما مأمورا سمع وين مأمور وين يسأل ومأمور نحن نقول فلا إنه مأمور يهي لأنه طاعة وطاعة لا تكون إلا بامتثال أمر الله ها مندوب كرة طاعة مية baana jirto aan ahay wax lagu amray waxa lagu amrayna dad ibaadada ugu sameeyay xal ila magaceeda bid'a ha daa aan lagu dirin hadaa sameeyo bid'a leedahay marka waxa weyn manduubku waa shay maamuur ah lays amray laanahu daa wala taqulu daa illa bimtithari amrillah marka waxa weyn waa maamuur waa shay lays amray al khamisatu an al manduuba manduubku maamurun bihi waa shay lays amray وهذا أمر كان يؤخذ وحا لغا قادنا من قول شيق قولك في التعريف وكير تعريفك من دو وحا لغا ما أمر به الشارع ووحي الشارع أمري شارع والله نبقون هو مبلغ ومدك جارسية ومدك سوء جارسية شارع لكن وحا شارع قد دجينا والله وهو هو ذلك هذا العرين كون المندوب مأمورا هذا العرين ومعناها اللي سوف فهمي وهو إنو مندوبكم مأموري هاي مذهب جمهور الأصوليين وأصوليين تب معدم كود مذهب كود قارة ديدان أوله مندوب مأمور مع حيال وحا إسديد إليهن أمركو إلزامو كينا ما قارتاي شيئا سنضع هون معها شيء ملزم وليسو لازمي لكن قولك سوابك وقول كودا مركز سوير وهو أي كون المندوب مأمورا إن مندوبكم مأموري هاي مذهب جمهور الأصوليين وأصوليين تمعلم كودة مذهب كودة ويدل وحا تصي عليه أي على كونه مأمورا إنه مأمور يهي قوله إلهي قول كيسا تصى تعالى الله واصر يهي إلى وقول سبحانه إن الله الله يأمروه أمرا بالعدل عدل عدل إن الله سمع إلهي وأمرا عدل يقول وواجب والإحسان إن الله سمع فلو ضفك الله سمع فلو وناك لسمع إلهي وأمرا إحسان كان وحا وين قارنا وواجب قارنا وصن قار وصن وغير الشيق والعدل عدل واجب وواجب والإحسان إحسان كنا مندوب إليه ومثل صنعيه لكن إحسان كنا مصنع ما هني وبالوالدين إحسان وواجب إحسان كقبل واجب وقد أخبر الله إلهي وكشي في الآية آيات أنه الله يأمر إنه أمره بهما بالعدل والإحسان لبدأ إنه إلهي أمره إلهي نوشي مركا شيغا سنبا ومأمور فدل وحونا تسي خبر كاس الله أن المندوب مندوبك مأمور به مثل أمره إنو ياهي ساس أيونا تسي مركا تاسوا استلاحة سنو يمندوب معنه لكن وإن أدوغات وحويان سنبا استلاحات بضانو كريلير فوق هذا أمسي أصوليين نمانك أصوليين تا وحا اي مندوب يقاني اما سنة يقاني واساس عن صوشيه لكن وحا ترى استلاحات بضان او كلا او سنة او الهده او لكل مقام له مقال الهده فن كستو تشوكتان وحا كان هتاقنا مثلا وحا وين مركا لتشوكو كتب العقائد السنة هدي لنا محل لتشي ما يقابل البدعة لتشي وإذا سأجدنا إذا كتبها سلفك اي قرآن العقيدة محل لدي تشري كتب السنة السنة لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أو كلام وسو ما جدي وحاول عبد الله ابن إمام أحمد عبد الله ابن إمام أحمد أو كلام هي وحاول السنة لابن أبي العاص أو كلام ترى لي كبتين مركا السنة وحاول للمزن أو كلام مركا وحاول سنة مركا اللي يراه ده أو اللي تشوفه عقائد ك وحاول له أديك سدى ما يقابل البدعة وواحد بدعة كسور كده مركا السنة مركا سبحان مقاله وحي القرآن في السنة ده وافق يمنه في الصحابة تاسوا معي
fuqahaada aan usuliinta ahayn sunna markay ilaahay waxa ila jeedaan ma yuqabil wajib wii wajib ka soo jeedo wajib ahayn soo ma jeedid marka la adilada laga hadlaayo oo leena al adilatu al kitab wa sunna sunna halu la jeeda waxa weyn quraanka ma yuqabil al quraan wa hadiski dhan qawlki nabiga fiilki nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo iqraarki nabiga fuqahaad inta isugu jeedaan fugu marka sunna yiraahdaan fuqahaadu waxay la jeedaan aqwaasha nabiga afaasha nabiga iyo iqraarka nabiga muhaddisiintu sunna marka yiraahdaan mid afraad ay u sii jeedaan wali saddexdaas iyo waxay u jeedaan sifada nabiga sifada nabiga marka mar walba bal mararka gabal as sunna ay inta la yiraahdo ah waxa loo jeedaa ma nuqil cali nabiga hatta waajibku ku jira marka wa dariiqii nabiga dhan hatta waajibku ku jira sida Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma asagoo janaasa ku tukanaya oo faatixada akhri waana la jahr kor u akhri sida loo jahr xisha oo faatixada akhri markaasu markuu la jaaray uu yiri li ta'lamu annaha sunnah waxaanu la jahray inaad ogaataan inay dariiqi nabiga tahay sallallahu alayhi wasallam as-sunnah waana waajib in faatixada akhri janaasa soo wajidi waana hadith sahih al-bukhari ku suugan marka sunnah marka la yiraahdo hadma maqaam ay leedahay tan waxa weeyaan aan hadda soo ogaanay waa istilaahi usuliyin fuqahaadu markay joogaan as-sunnah maxay loo jeedaa ma yuqabilul wajib markii la joogo kutub al-aqaaid as-sunnah maxay loo jeedaa ma yuqabilu al-bid'ah marka adilada laga hadlayo kitaab iyo sunnah la isku cadfo maxaa sunnah loo jeedaa al-hadith ma yuqabilul quraan hadithkii loo jeedaa mararka gabalna waxaa lagu idlaaqaa macnaha afraadna waa maxay ma nuqil aan nabi sallallahu alayhi wasallam oo dariiqi nabi qadan loo jeedo sallallahu alayhi afar taas istiraaxo kaleena wa inaad wax ka xasuusataa qala al musannifu musannifku wuxuu yiri wal muharramu shayga muharram ka luqatan min jeeti luqa haqa luqa ahaan al mamnuu waa shayga la diiday muharram luqada carabiga waa shay la diiday waa shay la diiday mamnuu wa al mamnuu wa silaahan min jeeti silaaxa ka silaaxa ahaan maladii ki weeyanaha oo reebay aanu xaqiisa ashaaricu allah sharci dijiya wixii uu reebay alana muharram ala wajhi ilzami si laazimina uu reebay oo yiri sinnaba lama sameyn karo kaas alana muharram bi tarki ka tagid la isku laazimiyo bil ilzam ka ku taaluci bi tarki ka tagid la iska taga laga tagana la isku laazimiyo xudida marko sharxay hadu bi tarki tan xol lama baahnay sababtu annahiga laga fahmay ما انها سيدي بالنهي حال رضا صومها انضربوا ترك مركة تركي كالحديو كيري نهي جاب اللي قفها ماما ترك ومر بعد ذاتي النهي نهي معنى دوامحي ضربوا ترك تيجي تاني الله ضل بروي مركة بتركي الانضم دي ويسكي الزيادة ديه رضا وانا السيداس مركة وحا اللي رضا استلاحهان ما كنها اوريعان حق يسأشار على وجه الالزامي بترك اللي سكولا نسيميه وذلك مثالك كعقوق الوالدين والوالدين اللي قعسي قروك حيران محرم كاع مثال كوديوي تاسونو مثال كي احترازات يو قال فقرات وها كوبحي بقولنا هذا الكن امري ما انها عن الشارع وحي شارع ريبي الواجب واجب كي بحي الا شارع مرهبين وابا امري والمندوب مندوب كي بحي مندوب كي شارع مرهبين وا امري والمباح مباح يا بحي مباح هنا شارع من الرهبين من امري مركا وار وحي ريبي دي مباح وا كبحي صدح بحي دم ما انها عن الشارع وخرجت وحا كبحي بقولنا قول كان امري على وجه الالزام سي لازمين بالترك ان لا تغنى لا اسكو لازمين وحا بحي المكروه مكروه شارع واهره لكن الزام الزام ما هنا حتى سميدان دمي كاغا امام والمحرم شيء الله حرمي حق اثر كيسو كادله مارك يا حكمكي والمحرم شيء الله حرمي يثاب والاجر سيا تارك قفك كتري اجر لغا سينا امتثالا لكن وترفين امتثالا امر قادشو ويستحق العقاب عقاب مضنا فاعله قفكم محرق مسميه حتى محرم كسو شرك يا غالما اهين وخي غالما كير ان اسلامك لوغا دخين وخو مضنا عقاب فهو تحت مشيئه الله ويسمى وحا لوغا مغعابا هو محرم ك مغعيالك سو خا شيغا محظورا مثل الديدي او ممنوعا مثل منعيه مركه مغا عيالك اسن ولي اشر الثالث مثل كصديحيه ثالث كيس من الاحكام احكام تكمد احكام التكليفيه التكليف كلو نسبي المحرم ومحرم
وفيه محرم كواحة كسوان أربع مسائل أفر مسألة أنا أفر وجه الله هذا الله أنه لا مسألة ظهورة إلى تحريف وقيحي ديسة وهو محرم في اللغة اللغة العربية دي حاله هذا الممنوع وشيء للديني وقال العربية محرم على شيء للديني ومنهم ممنوع عاسو كميدة هذا قوله إلهي قول كيسا تعالى الله واصر رياه إلى أويري وحرمنا وأديدني عليه على موسى نبي الله موسى المرابع الضمك وحنو تجري دمرك وحنو تجري وغان أنك أديدني معناها إلهي قدري ما هن نهي لسودكي أولا لي نبي موسى ما كوبا نانا يسكو نوغر وابا سقير ومركز مركز وابا سقير ساقا لكن قدرهان إلهي وحو قدري يوصن أقبل ناس قريب وقدر تحديث على قال الله أمر كان أمر قدر إيه وكان الشيخ أبو شيخ إيه معنوه وحوي منعناه موسى وأديني منهن الضمرك وحنوتينا إيه في القدر قدر تحديث الوديني فرا له قدر يوسنوجين وليس المراد وشيت هذا معهن به تحريم كان لولا شيدا التحريم الشرعي تحريم كي شرعه أو إنه نجا حرام كهت لولا شيدو حرام كهت إنه ناس كان نجا أنا كشقة من لولا شيدو من لولا شيدو سبب تروحوا كل اللي إنه موسى سبيه سقيره أها سبي جالس ولم يجري وسنك دريسنا كصعن عليه كركيسة قلم التكليف تكليف كقلم كيس بالتحريم حرمت لجو كلفه ما بجارين بدأ أو حويان أسأل الله كلفه وفي الاستلاحي وهو محرم كي في استلاحي دحري سحالة أهاذي ما الذي كي وينها أوربي عن حق الشارع على وجه الإلزام السي لازمين أهو الرياضي بالترك إلا قد تقلس كل لازمين فقولوا شيخ قول كيسويري ما نهى عنه الشارع ووحي الشارع الرياضي يحترز قول كاس وخو إسكاق إلالين يحترز شيخ وخو إسكاق إلالين به قول كاس عن الواجب واجب كي إسكاق إلالين والمندوب مندوب كي إسكاق إلالين لأنهما واجب كي مندوب كي مأمور به ما واب الله يسأمر إسكدين لإسكاق رياضي أيها اللي بيقول واب الله يسأمر والمباحي مباحي يسكى إلالنا عن الواجب والمندوب كعادة والمباحي مباحي يسكى إلالنا لأنه مباح غير مأمور وامدا ليس أمر بفعل سمين تيسى ولا منهي عنه وامدا ليس كريب من ليس كريب من ليس أمر من حيث هو ما لم يشعر هذا ماذا ليس أمر من ليس كريب وقول شيخ قول كيسوير على وجه الإلزام سلازم أو إحلى سكى كريب يحترس شيخ وقو اسكاقا الالنا به قول كاسنا عن المكروه شيء كراهية ده لأنه مكروه وإن كان ولو كان هذا أهاده منهيا عنه مثل اسكاريبي إلا أنه مكروه ليس معها على وجه الزام في اللازم الاسكاقا الرئيب وقول شيخ قول في سويري بالترك إن لقد تغانا ليس كل لازمي متعلق وقو تعلق بالإلزام وهو قول كاس أو بالترك زيادة بيان وعدين اسكت ديرات زيادة بيان عدين ديرات وي يغني وحا اغفل ناشيق او كدقية يغني وحا كدقية عن ها زيادة باس قولوا شيق قولك سويري ما النهاء نهاء داسا كفلا حايل النهاء معنيه الوحامين ترك الضرب انو كتاق على قد البضيوي محايل اللي ان النهي النهي يقو ضربو ترك تكتغتين لضربيوي والتعريفات سيدي دانا تعريفاتك شأنه أرنك الإيجاز والصغارين بقدر الإمكان إن الله إنتي صورة قلقك وحالة هذا لفظ الإرادة إن الله قدر محايلة سيدي دانا تعريفك أما الضابطك ولا قابية لا سيما وحن كسيكرين أنه شيقة رحمه الله لما عرف مركو قيحي الواجب واجبك لم يقول مدهن على وجه الإلزام بالفعل قمدرين ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وكجوتي بالفعل إن الله سمع يلي كل أزمي ما به معايا بالفعل ذلك اللي فهمه ما أمر ذلك فهمه إلا أمر وامحي وضرب الفعل سمعين لا ضرب روي ذلك هل كسر اللي فهمه ذلك حاجة بس يسون تنصاصين والواجب واجب كنا يوال محرم محرم متقابل على ويسك سورتيرة ما كلا تعرفنا إلا يسكو سرقوا يلا ربنا بلا تعرف إلا يسكو سرقوا سيدان كاسبا بالفعل لوجود دارين كان بالترك وين لوجود دارين الثانية مسألة الله بيضاء ومحرم كالله هذا الله أمثلة ومثال لديس منع الشارع الله شرع الدجيه وأديدي المكلفين ذات المكلفين تا من أشياء الشيء شيال أديدي لما لأجل ما شيء درتيس أديدي يترتب كرتب ما هو قدلنا عليها شيالك ومن المفاسد فساد يالك وح الله وح أديدي الله رسول كيسو لما أنت فسادك كتير
مرك فساد كذا فساد كاس أما ميت دنيوي هاهاض أما ميت ديني هاهاض لا غدا أم ميت بقى كتيرة مرك فساد كتيرة درتيد وغريبة ومنها محرمات كأما أشياء الله غريبة أيو كميت أهاض ومنها أشياء الله غريبة أيو كميت أهاض عقوق الوالدين لبلا والد اللي وعاسي جروبه والزنا زندي والنميمة تضط كلا يسكتيره وقتل النفس إيا النف إلا الدلو التي نفتا حرم الله إلهي حرام تنمي إلا بالحق حق اللي قد دلو ماهان إيا وأكل كل ذي النار متكستو معي الصاحب إلا عنه ومن السباع الدقاق وهم إليه وكو قرابته وكو عنه دقاقنا إلا عنه شارع واديد إيا ومخلاب وأكل كل ذي مخلاب إدو صاحب دمانتس إلا عنه واديد ومن الطير شمبرة شمبرة كستو عدلة وكو كرابته وكو دلت أيضا وحارم وقاعد انت صباح وقفك كفلا سو ما جيدي إلا وحي نص شرعي وصور يا بيمها الثالثة مسألة صدحة أيضا ومحرم كاللغات لأثر وهي كيس معنى حكم كيس حكم كيس وي. المحرم المحرم ينظر والله فيرين الله محرمك من جهتين لبعدين على فيرين الأول جهد أخرى أيضا من جهه ترك حاجه كتجد قفك محرم كتغا حكمكيس كتجد سبحو كهله وهو محرمك من هذه الجهه دين عس او كتجد اقسام وقيبه الاول قيبته هو الريضه قسم وقيب قسم غاص يثاب لك اجر سين عليه قسم غ فاعله قفك سميه قسم غ كوبد وقسم قفك سميه اجر لك سين كتجد قفك سميه هو سمينا فاعله فاعل تركي كتجد قفك سمي ما هم فاعل المحرم وفاعل تركي الا تركي لفتي اسمه وقته وعمله سان سوغان marka qismiga koobad qofka sameeyay waa laga ajir siina macnaha ka tagida koobad qofka qaabkaas uga taga muharramaadka ajir laga siina al awwal qism waqay qismiga yusabu ajir laga siina alayhi qismiga fa'ilu qismiga qofka sameeyay wa huwa qismiga asu atarku wa ka tagid xaraamti laga tago imtithalan li ajli imtithalin amar qadashu daradid lillahi ilay u amar qadana u fartuma imtithalan amar qadashu lillahi ilay u amar qadana wa ta'abudan aabudid lahu lillahi ilay ku aabuda qofka shaygan xaraamta isagu awooda tuugadi wa awooda marka suu ilahi ku wadaaba dad qad saas uga tagay zinadi wa awooda marka suu uga tagay ilahi ba ku wadaaba dad maanta ku dhacdo daroogaa maanta qaadkiisa marduuf ko iska qaada kala laakiin waxa suu ilahi ya ka dhacay saas uga tagay marka qofka shayga muharramka isagu awooda uga tagay cabsi allah qofkaas waxa weey ajir laga siina ka tagidaas ajir laga siina wal insaanu insaanka yusabu wa laga ajir siya ala tarki sayi'aad xumaanyalka ka tagidooda ida tarakaha markuu sayi'aadka ka tago lillaah alla tartiis uga tago ala wajil karaahati niid u naayo muharramaat iimaanka calaamadihiisa ay kamid tahay qofku inuu muharramaat ka niibi ogow haddaysan qofku wax muharramaad uu sanimayn wa calaamad qatar oo tusayda qalbigiisa in iimaanka dhamaado محرمات وقف من النبي أو نف سنة أو أركو وإيمان آيات قرآن الشيخي نف عيسي وقف قلبي سكن نف عالم محرمات هو إيمان وإيمان مركا نعيب النبي هو إنه وطه مركا يسوير إذا تركها مركو سيئات دكاته لله ألا درسي وطه على وجه الكراهة نف عيسي ونف عيسانا لها محرماتك إيا والإمتناع كتشوغي منها محرماتك وكتشوغي إيا وكف النفس نفت وكئليو عنها محرماتك كما قال الله سيد إلهيري تعالى إله واسر إياه إله وحيري ولكن الله الله حبب إليكم وحو إني تعليسي الإيمان إيمانك مؤمنة إله الأدلة إيمانك وإني تعليسي قفك مؤمنك الضاعاتك إيمانك وتعلي وزينه إيمانك إلهي وقرحي في قلوبكم قلبيالك نكو قرحي وكره إلهي وإن النبعيسي إليكم إذنك مؤمنين تا الكفر قال لماذا والفسوق الضاعك بحا والإثيان معافظ العاصين تا إلهي إن النبعيسي ماك مؤمنين ونعاف إلهي إذن النبعيسي مؤمنك ونعبي كفر معافظ فسق الثاني قسم قلبات قسم واقع قسم يعاقب العقابة عليه قسم قاس المكلف قفكم مكلفك حاران وكتك فيري
ما سمعين وانا العذابة قابك وقلت تقال لي عذابة ما حاط وقتك الله ما هست يقولوا كتل والي ربي لكن قابك وقلت تقال قابحون قاب كاسوا اللي عذابة فيري ما سمعين انت حرام فيه فمسألة مهم وهو قسم قانو اترك وكتقيد لغير الله القيب سلوغته إلهي غير كسي وقلت تقال حمانتان إلهي وين أقبت لكن ده درتي سوغت هي دنكله لبا نوقنا الهي درتي سوغت تغينا خيا اوغت تغي كو انت كنت دداري او جيد ولا او كرو حرامتي واي اسو تغل وي اسا واه منو سمي لبا داس ربا انو سو قبط لبا داس ولا عجابه مركز رو هو قسم داس اترك وي تغيد لغير الله الا قيس لوغا تغو لان ترك تركه فعل وفعل وقت تركه وفعل سلان سوسمان اوغاني تركه وفعل ومن فعل قف في سمي شيئا شيء لغير الله الا غير كيس اسميه او واشرك واشرك لو وداجيه معه عليه غيره غير كيس لو وداجيه عقبه شرك كاس ولا عقابه خيا يستوسوس معسدن وتق وكذا سدو كلا وحا لميد من تركه قفكي كتغي معسدي عجسا لاجل عجس تبردر دريدد واودي واي عجس وحل رده وحي مركه كرويدو مركه كرويد اودي ويدو او عاد سمي كريم بعد بذل أسباب الفعل فعلك أسباب تسمك بحيي كذا واد بحيي أود وخص عليه واد بحيي واد ذلك فان أود واد حديثك وحوي البخاري إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار في لبن مسلم بيت قلما كل دليلك واحد لبا أهل النار النار المديه نار المديه يعني إذا وجل أيام تي دونان وي غلاين الى هكو ابال مارينا اجليس دو دونان الى هو فكر لكن ناري متين مركه سيده ما كفير النبي محل ويدي هذا القاتل فما بال المقتول له غران كان مسلم وديلو فعل سنيه حرام ساس النار تكون متي مد كان لديلو فعل حرام ما سنين حكم وي سنيه او وامحي انه كان حريصا على قتل صاحبه في ود ذلك وودوا وكفرس سيدي اسوغو سميه لو عذاب كذلك حديث النبي قد افطر طوق قيبي ما بيقول صلى الله عليه وسلم هو افر تنعين قف الهي مال نسيه علم نسيه مالك و هو كما مولا علمي ماشي الله يركم بيحك بيحنا مشكل كجو وضبطك كان قير قف كلامات وقف الهي علم نسيه مال نسيه مركز و خوله هدي الهي مال نسيه لها وحان كبخيل ماشي هبل كاس كبخينا علم يو هيستا ما بيقول اسوي الاجري ما سمينا انادي لكن وين تمني سما ولا اجري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان صدحات وقف إلهي وين مال أوسية علم أوسية مالك هو ودي سكون معمولا دو كوزين السلام كنت ملا دو ضدك الله لها دو أكون في السهد لها دو الله قبيل سكولات دي لها مال الله ماشي الشرع هو إذا كسير نفتي سأخر وعدتك كان وشرف الله طوفا علم الله سين مالنا لسين كان أفراد ما بيقول رسول الله عليه وسلم وقف إلهي مالنا مصير علمنا مصير مركز وحوري يا حبا مال هيري لها سينا كان وقلت ملا ما بيقول لدن بيقول نحن ما هيك ها هو أحمد كان نعس كه ونعس مسك عقاب في وإحنا ما هي دمجنا وكلام مركب قفكو ثمان تهدو جو عن صلوا الصميه وحويان ولو قرة ما هدو أودوا ها إنه قيل ما أنت ربي جيت بري جيت كان وريدي بريدي بريدي صلا قرحة كده وأسوى قيل عوقة حير أود أسوى ما هكذا نبكت إنه إله عاصي عوا جو عنصر لكن تبرت أوديدي مركب وان نوع عاص الثالث قسم صدحات او حرام تقف مركو كتر او نقو كرو قسم صدحات قسم وقسم قسم لا يثاب عليه ان اجر لغا سينين ولا يعاقب ان لون عقاب وقسم حرام تو كتر اجرنا لغا سينما وحا وين لون عقاب ما او مخويه وهو كاسو ترك من قف كتغديس ويه لم يخضر او سن كو دبن بباله قلبي فعل المحرم حرام انو سميه ولي قلبي سن كما سو دحين ولي كما سو دحين اب وحا ويان دروغ عك ما هو كسر دين سو جوج سكدين ها لا أحد أن هذا حرام ما بسمعين إلهي درت سوق تجين ما بدين إلا مية وإن تمعض ماش عملوا إنه جماد أشر ما القسم وابي أدم أتكتك تي شيء عن طرقة ذا أشر كسر مسيلة ديما مرك أشر ما القسم ما دم اللوجا قريما وغير الشيقو بل إسكندري هو أسوأ بمنزلة مع قفر دولة ميدي هي وظيف للصقير قفر ده ما لليه وحي الدون كان عيوة ما يمو في انتور ده وحي ده عيوة حلقة سيما عساقة تاسو اللي ميديا مرح وايه
الثاني جهاد الله بعض حرام تلوجه الله من جهة الفعل وين حاجة سمين تقفك السمية يستحق وحمضنا العقاب عقاب فاعله قفك محرم سمية وقد يعاقب إلا عقاب وادع كرتا وقد يعفو الله إله إنه عفيا وانا عدا عن حقيس لكن ومحرم تكسك الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتعبير المصنف مصنف كتعبير كيسة بيستحق العقاب فاعله او عبري احسن تعبير كيسة كوناك بدن من التعبير تعبير كالعبرو بيعاقب فاعله والعقاب لما شيء درتي سيقوناك سنتهي تقدم كل صهر مري في الواجب واهل لانه لا يتمشى مع عقيدة اهل السنة والجماعة ويستثنى واحد لقى سؤال ريبه من ذلك استحقاق العقاب استحقاق العقاب كالوحرين ويستثنى وحي لغا سو ريبا من ذلك عقاب مضاشده ما لو وجد هدي له مانع شيء جديد من العقاب عقاب وقف انت سميه حرامتي انه سحت عقاب مضنين بعض او وان حي من كل جهل وبك جهل ما هو اله انه ريبا والاكراه ولو درقي والنسيان واحد ما الرابع اسماءه محرم كما عيالكيس يطلق ولا اطلاق على الحرام حرامته اسماء مقعيال محرم يا حرام لو رسميه يطلق والله إطلاقا على الحرام حرامتا أسماء مقعيال منها أسماء داس أيو كمدا هذي المحظور شيء للديدي والممنوع شيء للديدي والمعصية معصيتي والسيئة الدنبي والذنب دنبي مركا شمت مقعب سقالي ومن أسمائه تنا لكن أجائب الله ومن أسمائه محرم كمقعيال كيسو كمدا هذي المكروه حق اللسان وشرعي استلاحة ما لسان كشرعي اللسان كسرف كبه وحاكوسو كان شيء حرامه كراهية لدي وكسوغي marka dad un kareeyo aragto kareeyadi mustalah aad ku tiqin istilaah fuq hada kaliya ma iska gaaysan wayna ogaata kama yadulu sidu tusay alay korkiisa qawlihi ay qawlkiisa taala allah wa sarayahe baad an dhakara ilaah markuu sheegay ka gadaal jumlatan qayb oo min al muharramat kamida qayba badan oo muharramat uu sheegay waxa weeyo aayadki suratu waxa weeyo isra ee kasoo bilaabanayay waqad rabbuka ayuuri ayd kasoo ridi ay kasoo bilaabanay marka ila shan iyo labaatan mas'ala looga hadlay aayadka shan iyo labaatan mas'ala laakin shan iyo labaatan ka mas'alo qaar ma mura qaarna waa manhiye kuwa manhiyadka marka si gaar ilaahay u sheega fiiri ilaahu wuxuu subhana kullu dhalika kan la soo sheegay dhamaantiis kaana wuxuu ahaaday sayyuhu kiisa xumo makruuhan midla nicibi inda rabbik hada waana shirk la taj'al ma'a allahi ilahan akhar fataq'ud madmuman makhdulan kasb la banid soma marka shirkiya kamidaha dhig muslima kamidaha arurteedu la dilaa kamidheed zinadiya kamidheed waxa sanama kamidaha makruuhana ilaahay ku tilmaam haddana maxaan soo ogaanay wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wa karaha yasumaa gaalnimana wey marka quraanka iyo sunnada iyo alfaada salafka waxa ku jirta karaha ayadoo la cabira waxa laga hadlaana u yahay shay haaram oo muharram oo qat'i taasuna marka misalka marka karaha ka soo darata tii istilaaha فوق هذا كو حنبارين وإطلاق المكروه مكروه إن لغو إطلاق على المحرم كثير وكبدين في ألفاظ السلف ألفاظ السلف ومنه إطلاق سكمد هذا قول الإمام أحمد وير أكره وأن أبه الصلاة صلاة إن لغو تكوذ في المقابر قبورها نحن قال أوه وحا وين فوق هذا كمد هذا وحي المودين استلاح المتأخرين مركزين قبورها إن لغو تكوذ حقا وكرهي ولغروين واسل ليس حقا تكرا ما نعه صاص النهي عدا كسو أراري لا تصلوا إلى القبور النبي صلى الله عليه وسلم واكره وان ابه يقول امام احمد الاكل ان وح لو قنوا في انيه الذهب والفضه وان مسائل قطعيه ان حرمت ان ويل ذهب يا ويل فضه وح لو قنوا وان نعبه وهما لبداس او اه ان قبره لو توكدو يا ان ويل ذهب وح لو قنوا يا فضه محرمه ولا لبا حرمت ان ده حتى امام احمد اكتيس حرام منهم امسين وذلك تعبير كاس او كره هذا كعبيرا تادبا حاصر واسناداي به تادبا لاجل التادب ادب قادش دراد مع القران قران كم كيف قادنا قران كسي او ادب قادنا في قوله او ادب قادنا او اله او يري ولا تقولوا حدهننا لما في درتيسه تصف ايت المام ايضا السنتكم عربيالكين الكذب بين هذا كان حلال وحلال وهذا كان حرام وحرام ساس حدهننا لتفتروا ان بين ابورتان ايا كدلانيدا مركاس على الله الى كوكيسات كو بين ابورتان الكذب بين ان الذين ضدك يفترونك بين ابورتا على الله الى كوكيس الكذب بينتا لا يفلحون من ليبان اياده هاسي اسلف كو حبس جيرين ان شيئا الله حلال كدين حلال يرهدان اما شيئا الله حرام كدين حرام يرهدان مركاس ايد وحي ارهب كودا كا الىلين جيرين هذا حلال وهذا حرام بدنابا
إلا حتى قطعيات اسكبكو أما هاني مركا سداسي ديجرين أكرهو كذا وحوين وحبو كذا أيضا قبضية الفاتح الشافعي كنت كان أحمد كنت كراهة مصطلحة ضمبية متأخرين مروا البلغ محن بارو هذا الكودة طب بدنا فهم كاسكو قفيت